Ya. Ma huwa alladhi yajibu an tustarahu al-mar'atu hatta takuna mutbiqatan bil hijab asy-syar'i. Bismihi ta'ala. Yajibu 'ala al-mar'ati satru jami'i badaniha wa khassatan asy-sya'ru walau sya'ratan wa walau sya'ratun wahidatun aw juz'u asy-sya'rati illa al-wajha بمقدار ما يغسل في الوضوء مع الاحتياط بالتضييق فيما تكشفه المرأة والكفين من الزندين مع الاحتياط في المقدار المستور والقدمين من مفصل الساق مع الاحتياط في المقدار المستور أيضا ولا يجوز أن يبرز من الساق أو الذراع أو الرقبة شيء فضلا عن غيرها من أجزاء الجسم نرى بعض أخواتنا الملتزمات بالحجاب الشرعي ولكن يضعن أحمر الشفاه أو المكياج فهل يجوز ذلك؟ هذا غير جائز بل يجوز كشف الوجه والكفين بشرط عدم الزينة إطلاقا بما فيها المكياج وصبغ الأظافر والخواتم وغيرها بعض الأخوات يعتقدن بأن الحجاب الشرعي هو فقط إظهار الوجه والكفين والقدمين ولا يدره لبس الملابس الضيقة فهل هذا جائز؟ من الأرجح جدا أن يكون الحجاب ساترا لخصر المرأة بمعنى أن يكون مستقيما على جسمها كله وأما إذا كانت الملابس مثيرة للفتنة النوعية فهي حرام ولو كان ذلك من أجل لونها وخياطتها أو بأي سبب آخر.